أسعد الله مساءكم بكل الخير. موجز الأخبار. صدق الرئيس السيسي على قانون تحفظ وتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، وذلك بعد إقراره من البرلمان. القانون ينص على إنشاء لجنة قضائية مكونة من 7 قضاة من محكمة الاستئناف، يرشحهم وزير العدل ويصدر بندهم قرارا من رئيس الجمهورية. وافق مجلس النواب في جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الهيئة القومية للأنفاق. استقبل وزير الخارجية سامح شكري الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، حيث ناقش الجانبان عددا من الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وذكر بيان للخارجية أن شكري أعرب عن دعم مصر لجهود كينيا في مجال التنمية، لا سيما من خلال الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. قتل 36 إرهابيا في الضربة العراقية التي نفذت الخميس الماضي على سوريا. وقال مركز الإعلام الأمني أن ضربات القوات الجوية على مواقع المسلحين في سوريا حققت أهدافها وكبدت الإرهابيين خسائر مادية وبشرية فادحة. شنت مقاتلات الجيش السوري قصفا جويا على مناطق خاضعة للمسلحين بحي الحجر الأسود قرب العاصمة دمشق، وكثفت القوات قصفها للمواقع المحيطة في مسعى لسحق آخر معقلين للمسلحين عند الأطراف الجنوبية للعاصمة، وذلك بعد أن استعادت الغوطة الشرقية. في أمان الله.